أداء الشاب عبد القادر النيلي من كلمات الشاعر قاسم مسعود على آلة العود مصطفى ملاك ميكساج هشام. يا ربي يا خالقي يا مولاي ويا عالم بالظاهر انا من يخفيه وباسمك يا رحمن نبدا القاسيه وجايب هذا القول جيت نفضل فيه. يا ربي يا خالقي يا مولاي يا 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 ويا عالم بالظاهر انا من يخفيه باسمك يا رحمن نبدا القاسية وجايب هذا القول جيت نفضل فيه. أنا راني في حويلة دنيا وقلبي واجي وش من طبيب يداويه. لا لها قابقنية وما هو بقي قسمها نذكر فيه. أحلي وداروها تحت التراب وسكنت فيه. من بعدك مانيش مسح لي حيا وعمري صامت يا ما ونعقب فيه. كي نتذكر ما فات تضيق عليا ونتفكر في كل بر سكنتي فيه. ياي 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 راح الوقت الزين ما يرجع ليا وقت حطوط البدرة ما لي نسيه. حطينا الحمراء والإدريسية وحتى كرير جود وازي كنا فيه. صمدتنا في بيت حمراء نيلية فلجت خدمة سحر من سوجا بيه. مقسومة بحيال ذيك المخلية واللي جاي للخالفة تستنى فيه. لحت بعيد شفت بعيني قلمنا تفلا في الزرع وتسمك فيه والبقرة تحبوس في طرف الحنية والأمي ما قد حل حليب تنقل فيه. الحنانة كانت تتعلق بيا يا يا وفي
عسرته وحدي ثالث والناس بيه مع الفجر تنوض كانت هلية وتلقط عودان من حطاب وتقديه ما يبقى ويعود سامر يا خويا يا 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 وفي دورة تلقى القهوة طاب بيه وطبعه عرف الشيخ زاد البنا فيه ومر الشتوى ذيك حاجة مقضية ولابنك طيب يا ما انقانيه طيب في البنجال بيد الطوايا طيب في البنجال بيد الطوايا وطبعه عرف الشيخ زاد البنا فيه وكين مرض هي بيبي ودوايا وتبصر اني وجه انا صبرك بيه واذا درنا عرس والله زهوايا الحنانة هي اللي تتقدم لي تتحزن بالشدة لبسة عربية وخلخان الفضة ما تتزين بيه اللي بيخاطرك يا مصطفى وميمتك ام الخير وناس القرية ومهما نحكيك حقك ما نوفيه يوم القبلة هي سلاحي العدايا ونجيبو ونقدمو ونحاربيه توحشت ما وما رجعت فيا يا يا وفراقك يا امي بتي ما طبت عليه اتوحشت ما 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 وافراقك يا امي انتي ما طبت عليه ما جيتي بالمال ندفع مالي ومالي بعض امي انتي وش نقضي بيه مران بالمكسوب ما تبقى حيا يا يا وفي خاطر والناس دي ماش اللي بيه هذا حكم الله ما هو بيديا ومبطوط الإله مش من عدي واسيه راني نبكي وما صادش عيني يا 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 وتصبر في خاطري ونخزي فيها يا غايمي طايح كل صبحة وحشية ومتقيثر حالي وزاد الهم عليه يا رايح للمقبرة توصية وتقصد قبر امي انتي وتسقي امي
كلها قلبي هموم ودارت بيه وتسلم عنها فريحان ابني يا وتطلب في المولى العالي ترجى فيه وأتقول لك لو كان ترضى يقنية بدعوة خير تفرح القلب وتهنيه واختمنا ذي القول يا سامح ليا والفين وخمسة الكلمة تمت فيه والصلاة عليك يا سيد رقيا يا ونبينا الحدان الفصلات عليك.